أهمية عن محمد صلاح أو عن تريزيجيه أو أي أو عن أي لاعب موجود في الدوريات العالمية. هو ده حقيقة فعلا محمد، من الحاجات اللي بتزعله جدا الكومنتات السلبية جدا عليه على السوشيال ميديا، لدرجة ان في فانز بيعلقوا على الصفحة بتاعت النادي. طيب لأي درجة او ايه المطلوب؟ اللاعب بيأدي كويس جدا، واللاعب بيموت نفسه في الملعب، ملتزم جدا، من اللعيبة القليلة جدا اللي اشتغلت معاها المحترمة جدا، اللي استحاله مثلا في حد يكتب عليه او يقول له حاجه وحشه ويطلع يرد عليه، ومن اللعيبه اللي قليله جدا في الكلام. السوشيال ميديا للاسف سلاح ذو حدين. في ناس ممكن تركب ترند، انا ممكن اقول نكته حلوه فالناس تضحك فانا عيدها فاللي بعديها يعيدها بدون ما استوعب ده معناه ايه. طب ده الافكت بتاعه على نفسيه الشخص اللي بيتكلم عليه الكلام ده ازاي؟ محمد صدقني، محمد من الناس اللي بتموت نفسها في الملعب، ومن الناس اللي بتبذل كل الجهد اذا كان مع المنتخب اذا كان مع النادي. اتذكر له موقف في افريقيا في الجابون، محمد لعب البطوله واتصاب وكان استحاله يلعب اي ماتش، استحاله استحاله. ونادي ارسنال محمد كان الفتره دي بيلعب اساسي في ارسنال، وبسبب الاصابه اللي جات له محمد بعد عن التشكيل الاساسي في ارسنال في النادي بتاعه. صح. اي لاعب ممكن في الفتره دي او لاعب محترف في دوري كبير وفي نادي كبير دايما كان بيفكر في مصلحته وما فكرش في المنتخب. صح. محمد تحامل على نفسه، كان بيصحى الصبح الساعه 6 الصبح من ورا الجهاز الاداري والطبي بتاع منتخب مصر وينزل يتعالج في حمام السباحه لوحده عشان يلعب ماتش الكاميرون، يلحق النهائي ولعب الماتش وهو مش جاهز وهو مصاب وباخر ظهور، وبعديها الاصابه رجعت له تاني وبعد عن فتره كبيره جدا من مشاركته مع نادي ارسنال. فانا بطالب بالناس او بطالب بالظبط كده، بالظبط كده، ما كنتش تقدر تدعمني ما تدينيش. طبعا ده حق حضرتك واكيد حق محمد النني واحد من اللعيبه المميزه جدا، لكن استاذ علاء انا عايز اتكلم على ان محمد كمان واحد من ابناء النادي الاهلي وواحد من خريجي مدرسه النادي الاهلي اللي تالق فيها وخرج بعديها لنادي المقاولين العرب، وكمان خرج من نادي المقاولين الى نادي بازل السويسري وبعد كده احترف في ارسنال او كمل بقى مسيرته الاحترافيه بشكل كبير جدا مع نادي ارسنال. هل حضرتك يعني معتقد ان في يوم من الايام ممكن محمد يحب يختم حياته في النادي الاهلي، النادي اللي بدا فيه والنادي اللي اكيد طبعا بيكون ليه كل الاحترام تقدير؟ ونفس الشيء طبعا انا عارف ان محمد بيحب النادي الاهلي جدا جدا وهو عاش ايام يعني اعتقد ان هي ممتعه تعلم فيها الكثير وكان موجود مع اكبر المدربين اللي كانوا موجودين في قطاع الناشئين في النادي الاهلي. طيب انا ما اخفيش عليك سرا، هو اعتقد كل الناس عارفه المعلومه دي، عارفه ان محمد من ناشئين النادي الاهلي. صح. من الناس اللي طول عمرها كانت بتتعب وهي صغيره في السن وبتيجي مشوار من اخر الدنيا بثلاث مواصلات في قطر ولا مع والدته ولا مع والده عشان يحضر التمرين. يمكن وصيه والدته مأثره فيه لحد دلوقتي، ان انت في يوم من الايام لازم تلعب في النادي الاهلي، وهو حاطط ده في دماغه اذا ربنا اراد ان شاء الله. والده من الناس الداعمين جدا للنادي طبعا الاهلي. تتنصر محمد طبعا. محمد التيشيرت بتاعه وبتاع الناشئين لسه موجود متعلق عنده في البيت في المحله. ابن من ابناء النادي الاهلي طبعا، ومعرفش المعلومه دي غايبه ازاي على جمهور النادي الاهلي العظيم الكبير. صح. يعني طول عمره بيدعم ابنائه. صح صح، يعني اكيد طبعا يعني نتمنى التوفيق لمحمد، وزي ما حضرتك قلت احنا نطلب من جمهور كره القدم المصريه انه يدعم محمد النني، حتى لو زي ما حضرتك قلت يعني لو مش هتدعمني خلاص سيبني في حالي ما تشوش عليا. استاذ علاء نظمي بشكرك شكرا جزيلا على وجود حضرتك معايا، وطبعا دي وضحنا من خلال وجود حضرتك ووجود الاستاذ علاء نظمي مدير اعمال مع اللاعب المصري محمد النني في صفوف بشكتاش التركي معار من نادي ارسنال كل الامور اللي حضراتكم محتاجين تعرفوها. تاني مفيش اي عروض ايطاليه، كل الكلام ده عاري تماما من الصحه، ولم يتم عرض محمد النني على نادي الايطالي. بنرجع يعني كمان مفيش يعني هو بيوضح وبيستسمح الجمهور المصري ان هو يقف مع لعبنا المصري علشان خاطر ده لاعب ليه حق علينا ولازم ندعم. حاجة الثالثه محمد النني اكيد ان شاء الله في يوم من الايام ينفذ وصيه والدته ويكون موجود في النادي الاهلي في يوم من الايام علشان يختم حياته زي ما بداها في الناحيه الكرويه. نرجع